النهاردة هنتكلم عن الـ IP version 4. احنا عارفين ان كلمة IP دي من جزء الـ Introduction معناها Internet Protocol، وان الـ IP ده واحد من البروتوكولز اللي شغالين under حزمة البروتوكول اللي اسمها TCP/IP، او اللي هي Transmission Control Protocol over Internet Protocol. وظيفة الـ IP ده ان هو بيعمل حاجة اسمها Logical Addressing. يعني ايه كلمة Logical Addressing؟ قلنا يعني كل جهاز في الشبكة بياخد Address، الأدرس ده بيبقى فيه جزء بيوصف الـ Network وجزء التاني بيوصف الـ Host. عارف ده معناه ايه؟ ان كل الأجهزة اللي في نفس الشبكة لما نيجي نقول ان احنا عايزين نحط لها IP version 4 Address، والـ Address ده مقسوم لجزئين، فكلهم هياخدوا نفس الجزء اللي في النتورك، لكن هيبداوا ان هم ياخدوا ارقام مختلفه فين؟ في الهوست. تمام. لما بنيجي نتكلم عن الاي بي بنقول ان الجهاز بتاع الكمبيوتر او حتى الموبايل او حتى الراوتر او الاكسس بوينت، اي جهاز بياخد اي بي بيشوفه على انه رقم مكون من 32 بت، يعني 32 صفر وواحد مرصوصين ورا بعض. بس احنا لما بنيجي نكتب الاي بي ادرس بتاعنا بنكتبه فيه اربع اجزاء، كل جزء بنسميه اوكتت. اوكتت دي لان لو قسمت 32 على 4 هيديك 8، فكل جزء هيبقى كام بت؟ 8. ايه؟ 8 بت. تمام. اكزامبل على الاي بي ادرس، مثلا الاي بي ده 192 168 1 1. ال 192 دي مكتوبه فيه 8 بت. ال 168 دي كمان مكتوبه في كام؟ في 8 بت، وكذلك الواحد ده مكتوب في 8 بت، والواحد ده مكتوب في 8 بت. بنسمي اول مقطع في الاي بي ده الفيرست اوكتت، الثاني ده السكند اوكتت، ثيرد اوكتت، وبعدين الفورث اوكتت. تمام؟ كل اوكتت مكون من 8 بت. في مشكله مبدئيا في الموضوع ده؟ بس انا عايز اعرف لما ابص للاي بي ازاي اعرف في كام بت للنتورك وكام بت للهوست. الاي بي زي ما قلنا ان هو مقسوم لجزئين، جزء نتورك وجزء هوست. هنرمز للبتس الخاصه بيه النتورك برمز ان، وهنرمز لي الهوست بتس برمز اتش. يبقى الان دي عدد النتورك بيتس، والاتش دي عدد مين؟ انت لازم لما تشوف الاي بي تعرف النتورك بيتس بتاعته كام والهوست بيتس بتاعته كام. عشان نعرف نحدد ده بمجرد النظر، في عندنا تيبل، التيبل ده يبقى فيه زي انواع للاي بي ادرس. الانواع دي احنا بنسميها كلاسز. مفيش حد شغال في النتورك مش حافظ التيبل ده. التيبل ده بيقول لنا ان عندنا خمسه كلاسز من الاي بي ادرس، يعني خمس انواع من الاي بي، كلاس A و B و C و D و E. تمام. ازاي لما بشوف الاي بي بقول هو واقع في كلاس A او B او C او D او E؟ من اول رقم في الاي بي، اول رقم من على الشمال، ده بنسميه الفيرست اوكتت، الفيرست اوكتت رينج. بقى لو اول رقم في الاي بي ده محصور ما بين 1 ل 126، يبقى بقول ان الاي بي ده في كلاس ايه. مش هتكلم عن ال 127، هنعرف ليه بعد شويه. لو الفيرست اوكت ده من 128 لحد 191، يبقى انا واقع في كلاس بي. لو من 192 لحد 223، يبقى انا واقع في كلاس سي. لو من 224 ل 239، يبقى انا واقع في كلاس دي. ولو من 240 لحد 255، يبقى انا واقع في كلاس اي. طب هكمل بعد كده؟ الاجابه لا. طب ليه؟ هنعرف بعد شويه. خلاص، هو انا كبيري كام؟ 255. طيب ببساطه جدا، الجزء الاولاني، الجزء الاولاني ده مبدئيا كده حضرتك، انا ما بحبش الاجابات المتسرعه، يعني اما اسالكم حاجه تاخدوا وقتكم وتفكروا وبعدين تردوا عليا. لو قلت لك الاي بي ده كلاس A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ ليه ايه بقى؟ عشان العشرة دي بتوين واحد لحد كام؟
126. طيب ده ليه بقى؟ من 192 ل 223، صح؟ يبقى ده كلاس بي، صح؟ النهارده انت اكسبتبل بالنسبه لك انك تبص في التيبل وتجاوبني، لكن من المره الجايه لا، انت لازم تكون عارف المعلومه دي في دماغك. تمام؟ طيب خلينا نقول ان لما نيجي نحط اي بي ادرس لجهاز، ايا كان الجهاز ده بقى، راوتر، سويتش، سيرفر، اكسس بوينت، برينتر، مكنه تصوير، اي حاجه بتاخد اي بي، موبايل، ونحط له اي بي وذن كلاس اي وبي وسي بس. يبقى لما تيجي تحط اي بي لجهاز لازم تكون في كلاس اي او بي او مين او سي، واحنا بعد شويه نشوف ان الجهاز هيرفض اصلا. لو انت حاولت انك تعمل العكس كده هو هيرفض. كلاس دي ده بيستخدم في حاجه اسمها مالتي كاستنج، واحنا هنفهم ده في الجزء بتاع الراوتينج. مالتي كاستنج ده بنقول عليه 1 2 many. يعني لو عندي جهاز عايزه يبعت مش لكل الاجهزه اللي في الشبكه، لجهازين او ثلاثه منهم، زي ما انتوا كده قاعدين قدامي كلكم، بدل ما انا هكلمكم كلكم او هكلم واحد، انا هاخد اثنين او ثلاثه على جنب اكلمهم. دي كده اسمها مالتي كاستنج، ان انا مش بكلم كل اللي قاعدين قدامي ولا بكلم واحد معين، انا بكلم مجموعه منكم بس. كلاس اي ده بيستخدم في حاجه اسمها البرودكاستنج، والبرودكاستنج ده بنقول عليه 1 2 all. عارف دي معناها ايه؟ انا بدل ما اكلمكم واحد واحد واتكلم كتير، انا هعلي صوتي وكله يسمع، كل اللي معايا يسمع. تمام؟ دي بنقول عليها 1 2 ايه؟ 2 all. الحتتين دول احنا النهارده مش هنتعامل معاهم كتير، بس هنتعامل معاهم ان شاء الله في السويتشنج، في جزء كده هنحتاجه فيهم، وكمان في الراوتنج اما نيجي نتعامل معاهم. تمام؟ بس خد بالك بقى، يبقى انا قلت اما اجي احط اي بي لاي جهاز في الشبكه استخدم يا اما كلاس ايه يا بي يا مين يا سي. طيب خلينا نتخيل شكل الاي بي كده تاني. احنا قلنا الاي بي كله مكون من كام بت؟ تمام، من 32 بت. يبقى انا عندي الاي بي كله مكون من 32 بت. قلنا لما بنيجي بنكتبه في كام جزء؟ 4. تمام، ادي 1 2 3 4. طيب ال 32 دول لما نقسمهم على 4 كل جزء يبقى كام بت؟ يعني ده 8 بت وده 8 بت وده 8 بت وده 8 بت. بيقول لك اما تلاقي اي بي كلاس ايه النتورك بيتس، عشان عندي كلهم كام بت؟ 32. قال لك النتورك بيتس هتبقى كام؟ اول 8 بت اطرح من ال 32 هيبقى الباقي كام؟ طيب يعني لو عندي اي بي كلاس ايه، انه رقم في الاي بي اللي هيمثل جزء النتورك الاولاني، يبقى في كلاس ايه باخد اول 8 بت هم دول بتوع النتورك، والباقيين دول كلهم ايه؟ هوست، صح؟ هو 3 في 8 بكام؟ عشان كده قلنا ان جزء الهوست بيبقى مكون من كام؟ من 24. تمام؟ طيب ده كلاس ايه؟ عارف في كلاس بي بتعمل ايه بقى؟ بتزود كمان 8 على الجزء بتاع النتورك. يعني احنا معانا 8 وهنزود عليهم كمان كام؟ 8. يبقى في كام رقم في الاي بي يمثل جزء النتورك في كلاس بي؟ رقمين، علشان كل رقم 8 بت وانا قايل ان هو 16، وباقي كام للهوست؟ 16 زيهم او رقمين زيهم، صح كده؟ تمام. عارف في كلاس سي زود كمان 8 على الجزء بتاع النتورك، يعني بقى عندي هنا 8 كلهم بتوع النتورك وكمان 8 بت، يبقى كده 16، صح؟ وكمان كام؟ 8، ويبقى الباقي ده مين؟ يعني الهوست اخر رقم، صح؟ تعالى نسقط ده هنا بقى. هو الاي بي ده، الاي بي ده كلاس ايه ولا بي ولا سي؟
كلاس ايه ولا بي ولا سي؟ الاجابات كانت مختلفة. اخر حاجة اجتمعتوا عليها ايه؟ فين الرقم اللي هيتكرر في كل الاي بيهات اللي في الشبكة دي اللي هو بتاع النتورك؟ العشرة، علشان دول التمانية بيت بتوع مين؟ بتوع النتورك. لكن دول هيتغيروا من كل جهاز لمين؟ للتاني، تمام؟ طب هنا ده كلاس، هو انا ببقى كده عايز اجابه واحده بس، كلاس متاكدين انه بي صح؟ طيب كلاس بي في كام بت للنتورك؟ 16. لا في كام بت؟ 16. يعني كام رقم من هنا هيبقوا همهم لجزء النتورك؟ الاثنين دول صح؟ لان ده في 8 بت وده في كام؟ اه يبقى الجزء ده عارف لما تيجي تحط اي بيهات للاجهزه في الشبكه هتحط اي بيهات الجزء ده ثابت فيها عشان يبقوا في نفس الشبكه، والرقمين دول هيتغيروا من كل جهاز لمين؟ هيتغيروا من كام لكام؟ لسه هنعرف بعد لحظات. تمام؟ طيب تعرفوا تقولوا لي ده؟ يعني كلاس سي تمام. اول ثلاث ارقام دول لايه؟ النتورك، والرقم الاخراني ده هو لمين؟ الهوست صح؟ طيب تمام جدا. كل واحد لوحده، كل واحد في الورقه اللي معاه لوحده، تمام؟ هيقول لي الرقم ده كده انه كلاس ماشي، وجزء النتورك فيه كام وجزء الهوست فيه كام، كل واحد لوحده، وانا هختار حد يجاوبني عشان بس اتاكد ان كل واحد منكم هضم الموضوع. مية تسعة وستين، ميتين أربعة وخمسين، عشرة، أحداشر. خلصتوا؟ تمام ماشي. قول لي بقى الاي بي ده كلاس، امال ما بتقولش ليه انك مش فاهم؟ طب كلاس بي، طب ما انت تمام، هم ليه بتقول لي مش عارف؟ اه وهنا الرقمين دول هيختلفوا من كل جهاز للتاني صح؟ كلكم متأكدين ولا في حد مش واضحة قدامه المعلومة؟ مفيش حد عايز يسألني في حاجة؟ طيب لازم نعرف ان انا لما اجي احط اي بي ادرس للجهاز بيبقى عندي ست شروط لازم يتحققوا، لو شرط واحد منهم ما اتحققش الجهاز هيرفض ان الاي بي يتحط وهيطلع لي رسالة ايرور. انا هنا دلوقتي متعمد ان انا اوريكم الايرور مسج اللي هتطلع ايه عشان اعلمك انك لازم لما تطلع ايرور مسج لازم تدور، وانت بتتعلم في الاول او انت بتشتغل في الاول لازم اي ايرور مسج مش تقوم دايس على اوكي ولا دايس على يس وبعد كده تروح لحد بيساله انا الجهاز ما رضاش يشتغل، لا لازم انت تقرا رساله الايرور وتدور وراها تعرف. تمام طيب خلينا نشوف الموضوع بشكل عملي. شكل عملي ازاي؟ انا لو عايز احط اي بي ادرس على الجهاز هقوم رايح على النتورك انترفيس كارد، اعمل رايت كليك وبعدين اقول له اوبن نتورك اند شيرنج سنتر او نتورك ماشي اند انترنت سيتنج على حسب الويندوز اللي انا شغال عليه، وبعدين بعد كده هاجي على تشينج ادابتر سيتنج او ادابتر اوبشنز، وبعدين هاجي على كارت الشبكه اللي انا عايز احط له اي بي. طيب وانت بتذاكر النهارده هتحاول ان انت تشوف احنا ازاي بنروح نوصل للمكان اللي بنحط فيه الاي بي بتاع كارت الشبكه، تمام؟ يعني ما تخليش مذاكرتك بس انك عمال تشوف الفيديو، حاول ببساطه جدا تشوف انت ازاي هتوصل للمكان ده في الجهاز عندك عشان بعد كده في العملي انت هتظبط لي الحاجات دي. ده التي سي بي اي بي فيرجن 4 اهو، هعمل دبل كليك عليه. يوز فولوينج اي بي ادرس. شوف بقى احنا عندنا ست شروط، اول شرط منهم ان ما ينفعش اول رقم في الاي بي، واول رقم ده بنسميه الفيرست اوكتت،
ما ينفعش يبقى بصفر. بص كده لما اقول له زيرو بيقول لي انتر. بيقول لي ايه بقى؟ زيرو از نوت ا فاليد انتري. بيقول لي زيرو ده انا مش حاسس ان هو مش انتري صح. تمام. بعدين بيقول لي ايه بقى؟ بليز سبيسفاي ا فاليو بتوين 1 اند 223 او 223. اشمعنى من 1 ل 223؟ تعال هنا عشان اكون في كلاس A او B او مين او C. تمام. طيب يعني اول حاجه ان الفيرست اوكتت ما ينفعش يكون بزيرو، ما ينفعش اتخطى كمان ال 223. بص لو قلت له 224 قول لي ما ينفعش، يبقى انا ما ينفعش احط اي بي في كلاس دي ولا في كلاس مين ايه. عشان كده بنقول ان كلاس A و B و C فور هوست ادرس اساينمنتس. عارف معناها ايه الكلمه دي؟ ان انت تدي اي بي للاجهزه. يبقى انت اي جهاز بتدي له اي بي لازم يكون في كلاس A او B او مين او C. طيب الشرط الثالث برضو يخص اول رقم في الاي بي. هو ايه الرقم اللي احنا استثنيناه من التيبل ده اللي مش موجود؟ تمام. لما اقول له 127 كده بيقول لي ايه بقى؟ اي بي ادريسز، خليني بس اجيب الانديكيتور بتاعي. اي بي ادريسز ستارتنج وذ 127 ار نوت فاليد بيكوز ذي ار ريزيرفد فور لوب باك ادريس. بيقول لي بص اي اي بي اوله 127 ده محجوز لحاجه اسمها لوب باك ادريس وما ينفعش يستخدم. بعدين بيقول لي بليز سبيسفاي سم اذر فاليد فاليوز بتوين او الواحد لحد كام؟ 223. هو ايه اللوب باك ادريس ده؟ اللوب باك ادريس ده اي بي بيستخدم لو انا عايز ابعت باكت للجهاز بتاعي، يعني عايز ابعت لنفسي. انا ممكن اجي افتح كده الكوماند برومبت. الكوماند برومبت اللي هي الشاشه بتاعت الدوس ستارت، وبعدين بنكتب سي ام دي، بندخل على حاجه اسمها كوماند برومبت. تدوس انتر كده تدخل على حاجه اسمها كوماند برومبت. هي لونها بيبقى اسود، انا بس مغير لونها عشان يبقى واضح بالنسبه لكم هنا في الداتا شو. خليها ايه؟ ابيض كده. تمام. بينج. البينج ده هنعرف بعد كده انه اختصار لباكت انترنت جروبير. البينج ده بيستخدم علشان انا عايز اشوف انا متصل بجهاز ولا لا، فببعت له باكت. فانا عشان اعرف ابعت له باكت وهو يرد عليا لو استلمها، ببقى عايز اعرف الاي بي بتاعه. بس انا لما اقول له 127 اي بقى حاجه، سي ان انا هقول له 13 12 14، انا بخمن اي حاجه اي حاجه، هو بس اقوله كام؟ 127. كده معناها ان انا ببعت لنفسي. لو قال لي انتر وقال لي ريبلاي فروم 127 وعلى حسب بقى الاي بي، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انت النتورك انترفيس كارد بتاعك كارت الشبكه شغال تمام، وانك لما نزلت الويندوز التعريفات بتاعت كارت الشبكه نازله تمام، لان لو في مشكله في التعريفات كان البنج ده مش هيرد. وكمان ان مين اللي بيعمل الباكت؟ البروتوكول ستاك. مين البروتوكول ستاك اللي احنا مستخدمينها؟ التي سي بي اي بي فيرجن 4. عارف ده معناه ان التي سي بي اي بي فيرجن 4 شغال على الويندوز بتاعك سليم، ما فيهوش مشاكل. ليه؟ لان هو عمل كرييشن لباكت، يعني عمل انكابسوليشن لباكت، وعرف يقراها ويعمل لها مين؟ دي كابسوليشن. ففائده اللوب باك هنا في الحته دي ايه؟ ان انا اول حاجه بتاكد ان النتورك انترفيس كاردز عندي سليمه. تمام. يبقى احنا اللوب باك ادرس مثلا واحده من استخداماته ان احنا نتست هل النتورك انترفيس كاردز بتاعتنا شغاله ولا لا، والبروتوكول ستاك على الاوبريتنج سيستم بتاعنا شغال ولا لا. ده عن طريق امر بسيط جدا، ان احنا بنعمل بينج وبعدين بنكتب اي اي بي. او المهم اقول لكم 127 بعد كده اي حاجه. تمام. اي اي بي اوله 127 ما ينفعش انك تحطه بقى لايه؟ للجهاز. مش 127 001 بس، اي اي بي اوله 127. هو الرساله بتاعته هنا كانت واضحه، احنا اول ما كتبنا هنا 127 هو ما انتظرش، قال لك خلاص ما ينفعش. تمام. المفروض احنا كده اتكلمنا عن اول ثلاث شروط، عن ثلاث حاجات ما ينفعش نعملهم في اول مكان في الاي بي او الفيرست اوكتت. طيب الثلاثه الاخرانيين دول بقى، الثلاثه الاخرانيين دول انت ممكن تحط فيهم زيرو ما فيش مشكله، ممكن تحط 255 ما فيش مشكله، بس ما تعلاش عن 255. بص اما تعلى يقول لك 256 is not a valid entry please specify a value من حد زيرو لحد كام؟ 255. طيب تعالى نقول كده ان انا، بس ركزوا في الجزئيه دي، ان انا عندي الاي بي
زي ما احنا قلنا من شوية كده كون مان فور اوكتيت. صح كده؟ اول اوكتيت ده خلاص احنا بقينا متفقين من زيرو لكام؟ 223 عشان اكون وزن كلاس A او B او مين؟ او C. عارف بقى التلاتة الباقيين دول تقدر تحط فيهم ارقام من زيرو ل 255. طب اشمعنى من 0 ل 255؟ هو احنا قلنا كل اوكتيت فيهم كام بت؟ 8 بت. طب انا لو خدت 8 بت على جنب كده اكبر رقم يتحط في ال 8 بت دول، اما يبقوا ال 8 بت دول كلهم بكام؟ كلهم بواحد، لان البت الواحده بتاخد يا 0 يا 1، فاكبر رقم يتحط فيها الواحد. الرقم ده مكتوب بالنظام ايه؟ الباينري. احنا بقى عايزين نحوله للنظام الدسمال. بنيجي من فوق كده ولازم نبتدي من اليمين. 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 2 اس 6، 2 اس كام؟ 2 اس 0 بكام؟ 1 2 4 8 16 32 64 128. عارف عشان نحاول بنعمل ايه؟ بناخد كل رقم من دول تحتيه واحد نحطه معانا ونجمعه على اللي بعديه لو تحتيه واحد، الاتنين دي كمان تحتيها ايه؟ واحد. في الاخر هم عشان كلهم تحتيهم واحد يبقى انا هجمع كام؟ 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16 زائد 32 زائد 64 زائد كام؟ 128. ده هيطلع لي 255. عشان كده استحالة ان اي رقم يتكتب في 8 بت يطلع لك بالنظام الديسمال او النظام العشري رقم اكبر من كام؟ من 255. خلينا نقول ان انا لو عندي رقم بالنظام الباينري بالشكل ده هحوله ازاي للنظام الديسمال؟ هنيجي من فوق كده. حاول تحفظ بقى نتائج الاسس دول، 2 اس 0 2 اس 1، يعني هيبقى عندنا كام؟ 1 2 4 8 16 32 64 100 كام؟ هتجمع كام؟ ال 128 عشان تحتيها 1 زائد مين؟ ال 64 زائد كام؟ زائد ال 8 صح؟ هي اللي تحتيها 1. ده هيدينا كام في الآخر؟ هيدينا 200. تمام؟ قد يبدو السؤال ده للبعض مش ظريف، بس لو سمحتوا كل واحد مع نفسه يقول لي الناتج بتاع دي كام؟ أنا مش عايز جمع بآلة حاسبة لو سمحت، عشان إحنا مش هنستخدم كالكوليتر خالص. بص يا محمد، أما نيجي عندنا رقم مكون من 8 بت، ماشي؟ دايماً البت ده بيبقى لوكيشن. اللوكيشن ده يا إما بيتحط فيه 0 يا إما بيتحط فيه كام؟ 1. تمام؟ فاحنا دلوقتي بقى عندنا رقم مكون من كام بت؟ 8. عارف لما نيجي نحوله للنظام بتاع العد بتاعنا احنا الطبيعي اللي احنا بنفهمه، احنا ما بنفهمش صفار واحد، نفهم الارقام من 0 ل 9. مش كده؟ النظام ده اسمه النظام العشري. بنعمل ايه بقى؟ بتيجي فوق من اول هنا كده. 1 2 4 8 16 32 64 128. خلاص كده رصيتهم؟ دول ما بيختلفوش، دايما هما بالمنظر ده، تمام؟ بتجمع الحاجات اللي تحتيها واحد، يبقى انا هجمع كام؟ 1 زائد 2 عشان تحتيها 1، وهنا كام؟ زائد 16، زائد كام؟ زائد 100 كام؟ 128، تطلع كام؟ تطلع في الآخر 147. عارف لو أنا قلت لك مثلا كده؟ يبقى انت هتقول لي 1 2 4 8 16 32 64 128. هتجمع كام وكام؟ 128 زائد كام؟ زائد 4. هتديك في الاخر كام؟ يبقى انت لما تيجي تعبر عن الرقم ده انت كشخص
لا جهاز الكمبيوتر بيعرفه على انه رقم مكون من 8 بت مكتوب بالشكل ده، ورقم فوق عشان الاسس دي، هي دي نتائج الاسس دي في ال تمام. والاسس دي الاثنين ده علشان ده بنسميه البيس او القاعده بتاعه النظام الثنائي. النظام الثنائي مكون من رقمين بس 0 1، والزيرو بقى والوان والاثنين اللي في الاس دي ده المكان بتاع البت، ده المكان رقم زيرو، المكان رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. فانت كده كده الارقام دي ما بتتغيرش، دايما بتديك نفس ايه، نفس الارقام اللي فوق. طيب يبقى اذا احنا شباب بنقول ان اخر ثلاثة اوكتت دول بياخدوا ارقام من 0 ل 255، عشان حاجه بسيطه جدا، ان كل اوكتت اصلا مكون من 8 بت، فما ينفعش الرقم يزيد فيها عن كام؟ عن 255. تمام، ده الشرط الكام؟ الرابع. الشرط الاولاني ما ينفعش الفيرست اوكتت يكون بزيرو، الشرط الثاني ما ينفعش يتجاوز ال 223، الشرط الثالث ما ينفعش ان احنا نستخدم ال 127، الشرط الرابع ان الثلاثه اوكتت الاخرانيين دول بياخدوا ارقام من 0 ل 255. الشرط الخامس بقى، الشرط الخامس ان احنا في عندنا اي بي اسمه النتورك ادرس، او اسمه النتورك اي دي، او اسمه النتورك نمبر. بص ببساطه كده، عنوان الشبكه، اللي هو كانك بتعمل زوم كده على الجزء بتاع الشبكه وعايز تخبي الجزء بتاع الهوست. معنى احنا عندنا الاي بي ان جنرال كده مكون من جزئين رئيسيين، مجموعه من البيتس الجزء بتاع مين؟ النتورك، ومجموعه من البيتس للجزء بتاع مين؟ الهوست، صح؟ طيب تمام. عارف انت النتورك اي دي او النتورك نمبر او النتورك ادرس ده بتجيبه ازاي؟ تخيل ان انت حطيت ايدك على الجزء بتاع الهوست ده وخبيته تماما، ونزلت الجزء بتاع مين؟ النتورك. طب تعالوا هنا كده على 10.1.1.1، ده اي بي كلاس، كلاس ايه؟ كان فيه كام بت للنتورك وكام للهوست؟ 24. يبقى فين الجزء بتاع النتورك؟ او الرقم اللي هو كام؟ اللي هو 10، صح؟ تمام. عارف بقى الباقيين دول كلهم هوست بت، صح؟ ونحطهم كلهم بصفار، ده كده اسمه ايه بقى؟ عنوان الشبكة أو النتورك أي دي. ما ينفعش أي جهاز في الشبكة تحط له الأي بي ده. ليه بقى؟ لأن الأي بي ده في الحقيقة الراوتر بيستخدمه في عملية اسمها راوتنج، بس مش عشان قلت إن الراوتر بيستخدمه في عملية اسمها راوتنج يبقى ده الأي بي بتاع الراوتر، حتى الراوتر ما ينفعش ياخد الأي بي ده. مفيش حد في الشبكة بياخد مين؟ الأي بي ده، والجهاز دلوقتي هيمنعك إنك تاخده. بس الجهاز هيمنعك إنك تاخده هيقول لك إيه؟ هيقول لك بص الأي بي ده ما ينفعش لأن كل الهوست بيتس فيه بكام؟ بزيرو. يبقى اقول هوست بيتس في الاي بي ده يبقى بكام؟ بزيرو. تمام. طيب تقدروا ببساطه جدا هنا من غير كده ما نتسربع نقول هيبقى كام الاي بي ده؟ كلاس، كلاس بي فيه كام بيت للنتورك؟ يبقى هاخد كام رقم؟ 172 16. الهوست بيتس كلها بزيرو، يبقى الباقيين دول هيبقوا بكام؟ صفر. وبعدين ايه؟ صفر. طيب هنا يعني والهوست بيتس دي بكام؟ بصفار. طب تعالوا كده نشوف ان جهاز الكمبيوتر هيبقى رده ايه عليا لو انا مش عارف وحاولت اكتب اي بي كده. خليني اروح تاني كده، ركزوا في اللي انا هكتبه. تمام، 194 ده كلاس ايه ولا بي ولا سي؟ يبقى المفروض جزء النتورك
يعني ثلاث ارقام صح؟ ادي مثلا انا بكتب 194 مثلا 10 11، دول كده اول ثلاث ارقام. عارف بقى لما احط له هنا زيرو؟ بس بص كده، لما تكتب اي بي لازم يتكتب سبنت ماسك. ايه السبنت ماسك ده؟ احنا لسه هنعرف. بس هو لازم لما تكتب اي بي يتكتب ايه؟ مش لازم اللي اسمه ديفولت جيت واي ده ولا الدي ان اس، انا بقول دلوقتي اللي اسمه كذا، لان احنا لسه هنعرف الحاجات دي بالتفصيل. تمام؟ شوف دلوقتي لما اجي بيقول لي ايه بقى؟ The combination of IP address and subnet mask is invalid. بيقول لي المزيج اللي انت كاتبه ده من الاي بي ادريس والسبنت ماسك ده مش صح خالص. بيقول لي ايه بقى؟ All of the bits in the host address portion of the IP address are set to zero. عارف دي معناها ايه؟ بيقول لي كل الجزء بتاع الهوست بيتس في الاي بي كله بصفار، ده ما ينفعش. قال لي ان ده نتورك اي دي، انت لازم تكون ايه؟ عارف، هو وصف لك الكيس. يبقى دايما الاي بي اللي كل الهوست بيتس فيه بزيرو ده ما ينفعش ان احنا ايه؟ نستخدمه. ده عنوان مين؟ عنوان الشبكه، وده بيستخدم في عمليه اسمها راوتينج. انا دلوقتي بقول عمليه اسمها راوتينج، بعد كده احنا هنكون عارفين ايه عمليه الراوتينج دي بشكل عملي. تمام؟ في مشكله في النقطه دي؟ بس للاسف مش ده الاي بي لوحده اللي انا ما ينفعش استخدمه. ما انا قلت عندي ست شروط، احنا دلوقتي قلنا خمسه، بس باقي شرط. في اي بي تاني كمان ما ينفعش ان انا استخدمه. الاي بي ده بنسميه دايركتد برودكاست ادرس. ايه الدايركتد برودكاست ادرس ده؟ انا النتورك بيتس اللي في الاي بي بنزلها زي ما هي، تمام كده؟ بس عارف الهوست بيتس بدل ما كنا بنحطها كلها بصفار هنحطها كلها بكام بقى؟ بس انا وانا بنطق الحاجه دي قلت هحط جزء الهوست بواحد ولا الهوست بيتس بواحد؟ اصلها تفرق. انا قلت الهوست بيتس هتبقى بكام؟ بواحد. تمام؟ طيب قول لي انت متخيل يعني الاي بي هيبقى كام؟ يعني لما اجي على العشرة دي خليني اللي انت متخيله. طب استنى انت بقى، انت قول لي هيبقى كام؟ ايه؟ طب استنى انت بقى وانت قول لي مين؟ مش فاهم حاجة. طيب بصوا يا شباب، هو هيبقى جزء النتورك هينزل زي ما هو، الهوست بيتس كلها بواحد، يبقى انا هيبقى عندي هنا كام بيت كلهم بواحد؟ عندي هنا كده في 8 وحايد، وبعدين الاوكتت اللي بعديه ده كمان في 8 وحايد، وبعدين الاوكتت ده كمان هيبقى فيه كام؟ 8 وحايد. دول تحويلتهم كام بالنظام العشري؟ 10 255 255 200 كام؟ يبقى احنا هنا حطينا كل الهوست بيتس بكام؟ بواحد. تمام؟ قول لي يا مؤمن، هنا برودكاست ادرس هيكون كام؟ هتنزل النتورك بيتس مبدئيا زي ما هي. تمام جدا. الهوست بيتس كلها بوحيد بقى. انا بقول مؤمن بس، مؤمن بس. ميتين خمسة وخمسين، ميتين خمسة وخمسين. فاهم ليه يا محمد؟ علشان انا عندي هنا كام بيت للهوست؟ 8 و8 صح؟ فأول 8 بيت حطيتهم كلهم بواحد، فادوني كام تحويلتهم؟ 255. وال8 اللي بعدهم كمان كانوا كام؟ 255. واضح؟ واضح؟ طيب يعني يا شباب البرودكاست ادرس هنا هيبقى كام؟ طيب بصوا يا شباب، هو ايه السبب ان احنا بنقول ان الاي بي ده ما ينفعش يستخدم؟ فرضا انا دلوقتي الشبكه بتاعتي فيها 100 جهاز وعايز ابعت نفس الباكت لل100، فانا بدل ما ابعت لكل واحد بالاي بي بتاعه هبعت باكت، معناها ان كل اللي معايا في الشبكه يستلموا دي. ازاي؟ ببعتها لهم على البرودكاست. ايه عشان كده سمينا ده ايه؟ دايركتد برودكاست، يعني البرودكاست الموجه. موجه لمين؟ اللي معايا في الشبكه. عشان كده جزء النتورك بينزل زي ما هو، لكن الهوست بيتس كلها بكام؟ بواحد. ايوه او لا لا لا، جزء الهوست ب 255 دي اجابه غلط. جزء الهوست او البيتس بتاعت الهوست سوري تبقى كلها بكام؟ بواحد، خدوا بالكم. ماشي؟ في كلمه هنا اتقالت غلط.
مش عنوان الشبكة أبدا اللي آخره صفر، اللي دايما آخره صفر، دي إجابة غلط. ومش البرودكاست أدرس دايما اللي آخره 255، دي برضو إجابة غلط، وإحنا هنعرف ده لما ناخد حاجة اسمها سبنتيك. التوصيف الصح هو اللي اتبعه الويندوز واللي إحنا قلناه. هو الويندوز لما قال لي إن الأي بي ده أنا ينفعش تحطه، قال لي إيه؟ قال لي عشان الهوست بيتس كلها بكام؟ بصفر، تمام؟ معليش عشان آخره صفر. طيب هو لو أنا جربت أحط البرودكاست أدرس وأنا مش فاهم الجهاز هيطرد إزاي؟ خلينا نشوف كده. لو انا قلت ان انا عندي 11، 11 دي كلاس ايه ولا بي ولا سي؟ طيب يبقى البرودكاست ادرس هيبقى كام هنا؟ هيبقى كام؟ ملوني كده يعني؟ تمام. اما اجي اقول له اوكي بيقول لي بص the combination of IP address and submit mask is invalid. بعدين بيقول لي ايه بقى؟ all of the bits in the host address portion of the IP address are set المرة دي to كام بقى؟ to 1 مش to 0. يبقى هنا هو بيقول لي البرودكاست ادرس ده للهوست بيتس كلها بكام؟ بتاعته بواحد، ما قاليش اللي اخره كام؟ اخره 255، دي مش صح. هنعرف ليه بعد كده، تمام؟ طيب بس عارف بقى انت في اي شبكه عايز تبدا تحط الاجهزه اي بي لازم تعرف تحسب عنوانها والبرودكاست. السبب في كده ايه؟ انا عندي المفروض حاجه اسمها الفيرست فاليد اي بي، تمام؟ ايه هو الفيرست فاليد اي بي؟ اول اي بي فاليد في الشبكه، اول اي بي ينفع احطه للجهاز في الشبكه. انا ما ينفعش استخدم ده لان ده ايه؟ نتورك اي دي، وشفنا ان الجهاز هيعترض. عارف بقى ده اقل اي بي في الشبكه، لان كل الاي بيهات بتاعه الشبكه دي فيها الجزء بتاع النتورك هو هو، صح؟ بس ده واخد اقل احتمال في الهوست، اللي هو ان الهوست بيتس كلها بكام؟ زود عليه واحد يبقى ده اول اي بي فاليد. اما تزود على الاي بي ده واحد هيبقى الاي بي اللي بعد كام؟ يا سلام، 10100. يعني انت اما تيجي تقول الالف اللي بعديها بيبقى 1100، صح؟ انت بتزود الواحد فين؟ كده بتزود الواحد في الاخر، صح؟ يبقى هيبقى كام؟ 10 0 0 كام؟ ده بنسميه الفيرست فاليد اي بي. ده اول اي بي ايه؟ ينفع احطه للجهاز في الشبكه. عارف بقى ده برودكاست ادرس ده اكبر اي بي في الشبكه لانه واخد اكبر احتمال. عارف لما نقص منه واحد يديني حاجه اسمها ايه؟ اللاست فاليد اي بي. نقص بقى من ده واحد هيبقى اللاست فاليد اي بي كام؟ 254. معنى كده ان انا بمعلوميه ان انا عندي عنوان الشبكه والبرودكاست بعرف اجيب اول اي بي واخر اي بي، فبعرف انا بمشي في الاي بيهات من اول كام لكام. عارف الحته دي معناها ايه؟ طب خلينا بس نعمل هنا وبعدين نشوف معناها ايه. هو هنا ده النتورك اي دي، صح؟ وده مين؟ البرودكاست. يبقى الفيرست اي بي هنا هيكون كام؟ في حد شاكك في دي ولا تمام؟ طيب اللاست اي بي بقى هيكون كام؟ 254. وهنا اول اي بي هيكون كام؟ واخر اي بي، والجزء ده ثابت، صح؟ طيب عارف مثلا لو جيت على الاي بيهات دي، عارف انت هتمشي ازاي وانت بتحط الاي بي؟ 10 0 0 1 وتمشي من واحد لحد كام؟ لا يا باشا 255 عادي. يعني هتفضل ماشي لحد 10 0 0 255. ايه ده؟ مش الاي بي ده اخره 255؟ يعني ده مش برودكاست؟ ايوه، مش الهوست بيتس كلها ايه؟ بواحات. وبعد كده تعمل ايه؟ 10، ايوه تيجي تعمل ايه؟ 10 0 1 0. ايه ده؟ ده مش عنوان شبكه؟ لا ده مش عنوان شبكه، لانه مش كله صفار، لان الهوست بيتس دي مش كلها ايه؟ صفار.
تفضل ماشي لحد ما ده يوصل لكام؟ ل 255، وبعدين الواحد ده يبقى كام؟ 2. فانت عندك ايه؟ هيبقى كتيرة جدا. تمام، ده معنى كده ان ممكن اقول ان انا بحدد انا هستخدم كلاس ايه ولا بي ولا سي على اساس انا عايز كام اي بي او كام جهاز. عارف ده معناه ايه يعني بالمعنى الاصح؟ ان احنا ممكن نيجي نقول ان احنا عندنا كده عندنا الاي بي بيبقى فيه بعض النت، بعض البيتس للنتورك وبعض البيتس لمين؟ للهوست. عدد البيتس بتاعت النتورك ايه؟ احنا بنرمز لها بان. وعدد البيتس بتاعت تمام على حسب الكلاس دي مفيش مشكله. تمام، والبيتس بتاعت الهوست هنرمز لها بالايه؟ بالاتش. عارف بقى عندنا حاجه بتقول لنا كده ان نمبر اوف هوستس، عدد الاجهزه بيساوي نمبر اوف فاليد اي بي بيساوي 2 اس اتش ناقص 2. كلمه هوست دي معناها ايه؟ جهاز شغال بشبكه شغاله بالتي سي بي اي بي وليه اي بي. يعني لو الجهاز ملوش اي بي ما يتسماش هوست. عارف الهوست ده زي ايه بقى؟ الموبايل بتاعك، ماشي، البرينتر، اي حاجه بتاخد اي بي اسمها هوست. تمام، طيب يعني انا نازل اعمل شبكه لازم اسال اول حاجه هي الشبكه بتاعتي دي فيها كام اند بوينت. فاكرين الكلام بتاع الانترودكشن؟ فيها كام اند بوينت، وعلى اساس الاند بوينت دول هعرف. بص بقى، هو الاتش اللي في الاس دي بترمز ليه؟ نمبر اوف ايه؟ نمبر اوف هوست. ده غلط، لان انا بجيب النمبر اوف هوست ده بدلالتها نمبر اوف هوست بيتس، يبقى عدد مين؟ الهوست بيتس. طب ليه طرحت 2؟ بالظبط، عشان انا من كل شبكه لا بستخدم عنوانها ولا بستخدم مين؟ البرودكاست ادرس، فهلاقي دايما في 2 اي بي انا ايه؟ مش بستخدمهم. تمام؟ طب احنا ممكن نعمل حاجه ظريفه كده. انا هاجي كده على الاكسل، تمام، وبعدين اقول كلاس، معلش اسف، كلاس، وبعدين عندنا كلاس A B، وبعدين عندنا C، وبعدين عندنا النتورك بيت، وبعدين عندنا الهوست بيت، وبعدين عندنا النمبر اوف هوست، وبعدين خلينا نشوف كده، ناخد التيبل بتاعنا ده كده. بالراحه كده مع بعض، هو كلاس ايه؟ في كام بيت للنتورك؟ اتبقى من ال 32 24، زود كمان 8 هنا يبقى معاك كام؟ واتبقى، زود كمان 8 واتبقى 8، صح كده؟ طيب عدد بقى الاي بيهات ال في كلاس ايه؟ 2 اس ال 24 هي الهوست بيتس ناقص كام؟ 2. ده عدد الاي بي ادريسز اللي هيجوا لنا لو احنا عملنا ادرس كلاس مين؟ كلاس ايه. خلينا كده، ده كلاس بي وده كلاس مين؟ سي. عشان كده الراوترات بتاعتنا الصيني دي بتاعت البيت اما بتيجي تدي اي بي للاجهزه هتلاقيه 192 168 واحد، لان انت في البيت عمر ما عدد الاجهزه عندك هيتجاوز كام؟ ال 254. لكن عارف لو انا عايز اروح مثلا على جامعه المنصوره واحط اي بيهات للاجهزه، فكره كلاس سي دي مش هتسد قوي معايا، لان كلاس سي كبير ان هو يديني كام اي بي؟ 254. انا هفضل ان انا اروح على كلاس بي. تمام؟ طيب او كلاس ايه؟
الشركات اللي بتقدم خدمة الإنترنت اللي احنا سميناها ISP أو Internet Service Providers دي، أفضل لها تستخدم كلاس A ولا B ولا C؟ كلاس A، عشان كده معظمهم تلاقيهم فعلا مستخدمين كلاس A، بس مستخدمين معايا حاجة اسمها Subnetting احنا لسه هنعملها. تمام؟ يبقى أنا لما أجي أحط شبكة دلوقتي، أجي أروح أعمل شبكة، إيه اللي بيحدد شكل الأي بيهات اللي أنا بستخدمها؟ عدد الأجهزة. تمام؟ واخد بالي لو انا النهارده عندي 200 جهاز، ما اجيش اقول خلاص يبقى انا هستخدم كلاس سي عشان 254، لان وارد جدا ان الاعداد تزيد عن كده. لا، ده انا افضل استخدم ايه؟ كلاس بي. طب انا هحط نفسي هنا في تساؤل بقى، طب كلاس بي ده بيديني 65000 اي بي، صح؟ بصوا على الرقم هتلاقوا 65000 كام؟ 534. طب يعني انا برضو مش عايز 65000، يعني مفيش حاجه بقى تمسكني العصايه في النص؟ في حاجه اسمها سبنيتنج بقى. سبنيتنج دي ان انا اقدر ان انا او اخش على كلاس بي، بس بدل ما بيديني 65000 اي بي اقللهم على حسب حاجه معينه. افرض انا عايز 6000 اي بي، عايز 8000 اي بي، فدي حاجه اسمها ايه؟ سبنيتنج، احنا لسه هناخدها. تمام؟ لكن دلوقتي انا بالنسبه لي بقى واضح انا بختار الاي بي هات بتاعه الشبكه بتاعتي بناء على ايه؟ على عدد الايه؟ الاي بي ادريسز اللي موجودين عندي فين؟ موجودين عندي في الشبكه. في مشكلة في المنطقة دي لحد دلوقتي؟ متأكد؟ أيوة؟ أه طبعًا. لو يعني الأي بيهات كتيرة ولا قليلة؟ قليلة دي معناها إن أنت مش هتلاقي أي بيهات للأجهزة. فخدت كلاس بي، فكلاس بي بيديك أي بيهات أكتر. ده في السكيورتي مش كويس، لأن بيفتح حاجة اسمها أي بي سبوفينج. يعني في نوع من الاتاك بيعتمد على انك بتنتحل شخصيه اجهزه تانية، فانت كده بتفتح مجال اكتر للموضوع ده. تمام؟ اللي هو يعني بيقولي لو انا عندي مثلا عايز 1000 اي بي، ومثلا انا مستخدم كلاس بي، في عندي 65000، ايه اللي هيحصل يعني؟ ما الاي بيات مش قليله، ما هي حتى لو كتيره دي بتزود حاجه اسمها الاتاك سيرفيس. الاتاك سيرفيس دي هي الفرنابيلتيز او الثغرات اللي على السيستم بتاعي اللي ممكن اتاك يجيني منها. فده بيفتح باب حاجه اسمها اي بي سبوفينج. تمام؟ في مشكلة في النقط اللي احنا قلناها لحد دلوقتي؟ طيب تمام. لما نيجي نكتب اي اي بي ادرس، خلينا كده نرجع تاني. اي اي بي ادرس بنكتبه لازم نكتب معاه حاجه اسمها السبنت ماسك. النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها دلوقتي هي السبنت ماسك. تمام؟ لما بنيجي نكتب اي اي بي، بص كده 10 مثلا 1111، لازم بيكتب لنا مين؟ سبنت ماسك. مش لازم عنده الديفولت جيت واي، مش لازم الدي ان اس، بس لازم السبنت ماسك. ايه السبنت ماسك ده؟ ده اللي احنا عايزين نبدا نتكلم فيه دلوقتي. الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي زي ما قلنا اسمه سبنت ماسك. كلمة ماسك دي معناها قناع، والقناع ده دايما احنا بنستخدمه علشان نبين حاجة ونخبي حاجة. أنا بيبقى عندي الـ IP address مكون من جزئين. جزء خاص بالـ network والجزء التاني خاص بالـ host. عايزين نتخيل إن الـ subnet mask ده هو قناع. قناع ده مسؤوليته ان هو ايه؟ القناع ده هو جزء معتم كده قصاد الهوست، وشفاف قصاد مين؟ قصاد النتورك. واحنا لو حطينا ده على ده، ايه اللي هيبان؟ الجزء بتاع الهوست ده
مش هيبان، يبقى ده اللي قصاد الجزء المعطي. بينما الجزء الشفاف ده ما يتحط هنا هيبين لنا الجزء بتاع مين. من شوية سمينا ده ايه؟ اما قلنا ان احنا بننزل النتورك بيتس والهوست بيتس تبقى كلها بصفار، النتورك اي دي او النتورك نمبر او النتورك ايه ادرس. لو بصينا على الجهاز واحنا بنحط له الاي دي ادرس، هل عندي اي حقل اسمه نتورك اي دي او عنوان الشبكه؟ ما هو الجهاز وهو بيبعت لازم يعرف عنوان الشبكه بتاعته عشان اعرف اللي انا ببعت له ده معايا ولا بره الشبكه. عشان كده بنقول ان وظيفه السبنت ماسك انه بيخش في عمليه حسابيه مع الاي بي ادرس. العمليه الحسابيه دي بنسميها باينري اند. الاند دي هي عمليه حسابيه بتتم ما بين البيتس في النظام الثنائي، مقابلها في النظام العشري عمليه الضرب. يبقى لما بضرب عددين في بعض في النظام الثنائي بنسميها عمليه ايه؟ اند. طب السؤال، لو انا عايز اضرب جزء النتورك ده في حاجه هنا تنزله لي تاني، هضربه في كام؟ في واحد. عشان كده بنقول ان السبنت ماسك ده بيبقى البيتس بتاعته كلها بكام؟ بواحد قصاد مين؟ قصاد النتورك. وبصفر قصاد مين؟ قصاد الهوست. تمام؟ عارف ده معناه ايه؟ معناه لو جيت قلت كده هاو تو جيت سبنت ماسك، ازاي بنجيب السبنت ماسك؟ اول حاجه بنبص على الاي بي ونعرف الاي بي ده فيه كام نتورك بيتس وفيه كام ايه. لا سيبنا من الكلاس، فيه كام نتورك بيتس وفيه كام ايه هوست بيتس. بعدين بناخد النتورك بيتس ونحطها كلها بكام؟ واحد. النتورك بيتس كلها بكام؟ بعدين الهوست بيتس بناخدها وكلها نحطها بكام؟ بزيرو. طيب تعالى كده نعمل تيبل ظريف، كلاس A B C. كلاس A عندنا النتورك بيتس، الهوست بيتس، وبعدين عندنا السبنت ماسك. كلاس A النتورك بيتس فيه بكام؟ واتبقى 16 24. تعالى ننفذ بقى. كلاس ايه فيه كام بت للنتورك؟ هنحطهم كلهم بكام؟ يعني عندنا 8 بت كلهم بايه؟ والباقي ده هيدينا كام؟ 255 0 0 0. مش قلنا ال 8 بت دول لما نيجي نحولهم كلهم بالنظام الباينري هيدونا 255؟ طيب هنا بقى، هنا انت هتاخد اول 8 بت هم معاك كلهم بواحد، بس انا عندي 16 بت صح؟ يبقى كمان ال 8 اللي بعديهم كلهم بكام؟ بواحد. والباقي يعني هيدينا كام؟ تمام كده محمد؟ طيب كلاسي تعرفوا تقولوا لي كام على طول؟ عشان عندي 4 بت، سوري قصدي 24 بت كلهم بواحد، وبعدين اخر 8 دول بتوع الهوست يبقوا كلهم بكام؟ بصفار. وعارف ده الكلام اللي بيعمله الجهاز، بص كده. دلوقتي انا لو جيت قلت له اي بي مثلا 10 واحد واحد واحد، العشرة دي معناها كلاس ايه؟ شوف حط كام؟ 255 والباقي كله صفار. عارف لو احنا جينا كده وقلنا له 172 16 واحد واحد 172 ده كلاس بي. بص كده 255 255 والباقي كله ايه؟ لو جينا حطينا له كلاس سي
192 168 واحد واحد مثلا، شوف حط ايه. المفروض ده بنسميه ديفولت سبنت ماسك. يبقى السبنت ماسكس دي بنطلق عليها ديفولت سبنت ماسك. تمام. في مشكلة في النقطة دي؟ حد عايز يسألني في حاجة؟ لا مش مشكلتنا دي دلوقتي. في مشكلة في اللي أنا قلته لحد دلوقتي؟ بس لما يتقدم بينا الكورس شوية هنعرف إن في حاجة اسمها prefix. البريفكس ده كمان بنسميه النتورك لينث. يعني ايه؟ يعني انا هقول لك الاي بي بتاعي ده في قد كده نتورك بيتس عشان تعرف تجيب السبنت ماسك من خلال الكلام ده. بص هكتب لك مثلا كده 174 16 50 10، بعدين هكتب لك علامه اسمه وبعدين رقم هنا. ما تقوليش ده كلاس بي فيبقى السبنت ماسك بتاعه كذا. لا 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 انسى. الفيو ده بتاع الاي بي بنسميه كلاس لس. يعني ايه؟ انسى الكلاس، التزم باللي انا كاتبه لك. الرقم ده بنسميه البريفكس، وده معناه ان انا بقول لك ده الاي بي وفي كام بيت للنتورك. القاعده عندنا بتقول ايه؟ ان النتورك بس تبقى كلها بكام؟ والباقي تعالى جيب السبنت ماسك بناء على كده. يبقى كده خدت 8 وكده خدت 8، يبقى كده كام؟ والباقي تعالى بقى ما اكتب لكش اي بي خالص، انسى خالص الاي بي اللي هنا ده لانه مش هيفرق معايا هو في انه كلاس. وقلت لك كده 24 هقسمهم لتمانيات بقى 255، كده خدت كام بت؟ 16، كمان 255 يبقى 24، والباقي نصعب الدنيا شويه بقى 19 كام؟ كده خدت كام بت؟ اتبقى لي كام بت؟ يبقى هاخد في الاوكتت اللي بعديه 3، بس الاوكتت كام بت؟ 8. يبقى في عندي 5 اصفار وبعدين الاوكتت اللي بعديه كله زيرو. هتبدا تحول حضرتك من هنا 1 2 4 8 16 32 64 128، يبقى هتجمع كام؟ 128 و64 و32 هتديك كده. تمام؟ طب كده كده خدت كام بت؟ بقى بقى هنا 4 وحايد و4 ايه؟ هتجمع كام؟ 16 32 64 128. تمام؟ في مشكلة في دي؟ نشوف في مشكلة ولا لا. كل واحد لوحده مش مهم دلوقتي، ليه؟ لسه هنعرف ده في السبنتنج عشان النتورك بس تبقى في الأول، تبقى في الشمال صح؟ واحنا قلنا ايه؟ فوق خالص. النتورك بتس دايما هي اللي ايه؟ هي اللي على الشمال. ماشي؟ بصوا كده انا هحط لكم مجموعه من الارقام. ده كام؟ عايزين السبنت ماسك. دي 12 ها؟
شوفوا لي دول كده. وبرضو عشان اللي مش فاكرين، احنا عندنا ارقام 1 2 4 8 16 32 64 128، وبلاش كالكوليتور. طيب ال27 دي يبقى انا كده خدت كام؟ 8 بت، كده 16، كده 24، باقي 3 بت هنا، والباقي كله ايه؟ اللي هم يعني 5 اصفار. هتجمع بقى كام؟ هتجمع ال 32 و64 تطلع 224. ال 30 وباقي لنا كام؟ 6 وحايد وصفرين، صح؟ في حالة إن الأصفار عندك قليلة كده، هو ده واحد وده كام؟ واحد واتنين يبقوا كام؟ تلاتة اطرحهم من 255 هيدوك كام؟ إن تحوية الرقم ده 252. ال 12 بقى كده 8، وباقي لي 4 وحايد و4 أصفار وبعدين 0. 255 240 0 0، تمام. شوفوا لو ملاحظين السبنت ماسك ليه تركيبه معينه، ده ما تختلفش. مجموعه من البيتس كلها بوحيد، وبعدين مجموعه من البيتس كلها مين؟ كله كده، صح؟ معنى كده ان ما ينفعش يجي رقم تحويلته كده في السبنت ماسك ده، يبقى مشكله، واصلا الجهاز مش هيوافق، وهنشوف الايرور اللي هيطلعه لنا ايه. بس عارف بقى، ده بيديك حاجه كمان سهله قوي، لما تيجي تحسب السبنت ماسك تعرف تحسبه منها بمجرد النظر. بعد كده هنقول كده عندنا اوكتت وديسمال. شوف انا ممكن الاوكتت بتاعي اللي هو الثمانية بت يعني يكونوا كلهم بصفار، ده يديني كام؟ زيرو او واحد، والباقي كله ايه؟ هيديني كام؟ او واحدين والباقي كله صفار، هيديني 192. ثلاث وحايد والباقي كله صفار، انتوا طلعتوها من شويه دي، 224. اربع وحايد والباقي كله صفار، هيدينا كام؟ خمس وحايد والباقي كله صفار، 248. بعدين ست وحايد وصفرين، دي اللي طلعت لكم من شوية، 252. ميتين أربعة وخمسين. الاحتمال اللي باقي إن التمانية بيت كلهم يكونوا بوحايد كام؟ عارف لو طلع لك في سبنت ماسك أي رقم غير دول، الجهاز هيرفض، مش هيوافق. كمان أنا مثلا لما حد يجي يقول لي بقى بص، طب إحنا عايزين مثلا ال 23 دي، 23 دي 255 255 في دماغي، اه باقي كده 7 وحايد وزيرو، يعني 254 زيرو، عشان انا في دماغي ايه؟ في دماغي دي، ماشي. لو جه قال لي مثلا ال 11 مثلا، 11 ده 255 وبعدين باقي 3 وحايد والباقي كله صفار، يعني 224 زيرو زيرو، هتلاقيك انت مع الوقت كونت التيبل ده في دماغك، تمام. بس عارف بقى، لو انت جيت كده ومش عارف القواعد دي وجاي تحط سبنت ماسك بالمنظر ده، يعني مفيش حد منكم غلط الغلطة دي تقريبا، ماشي. حط الاي بي اي حاجة اهو، 10 1 1، اهم حاجة بس نيجي هنا 255 255. لو قلت له 103، استحالة 103 دي تيجي، 103 دي وحايد اصفار وحايد، ما ينفعش. بص كده هيقول لي يو انتر دي ان انفاليد سبنت ماسك. سبنت ماسك انت دخلته ده مش تمام، ايه المشكله يعني؟ سبنت ماسك هاز تو بي كونتيجوس. كلمه كونتيجوس دي معناها ايه؟ متجانس. يعني ايه متجانس؟ يعني وحايد وبعدين اصفار. ظهرت ظهرت اصفار ما يجيش وحايد تاني بعديها، ماشي. لان احنا قايلين اصلا ان الموضوع ده من الاول خالص فوق، وهو اصلا السبنت ماسك ده اصفار قصاد الهوست وحايد قصاد مين؟ لو انت بقى لخبطت له الدنيا وحايد اصفار وحايد، معناها انك جبت نتورك تاني في الاخر، ما ينفعش.
تمام. في مشكلة في النقط دي؟